الحديث معنا من بغداد المستشار العسكري السابق صفاء الأحسن. سيد صفاء، بداية مرحبا بك. تطورات كبيرة وتصريحات من الخارجية العراقية والدفاع الأمريكي حول وجود مفاوضات قريبة لتحديد مهمة التحالف الدولي، كيف تتابع ما يجري؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم أستاذ علي وعلى قناتكم مشاهديك الكرام. يعني اللي يحدث الآن هو نتيجة التجاوزات اللي حصلت كثيرة، يعني إن كانت على مستوى فصائل المقاومة واللي كانت لديها ردود فعل سريعة وعنيفة تجاه فصائل المقاومة، وكانت هنالك ضربات، وحقيقة الضربات التي وصلت يعني تأثرت بها المؤسسة العسكرية العراقية، منها الضربة الأخيرة التي يعني طالت الفرقة التاسعة وهي ليس لها أي علاقة في عمليات الضرب. هذا كله يعني يعقد المشهد الأمني العراقي، وبالتالي كان هنالك قرار للحكومة العراقية ليس بالجديد، هو إلى أنه ضرورة إنهاء تواجد قوات التحالف، باعتبار إلى أنه لا توجد أسباب مبررة لوجودها لغاية الآن. نحن نقاتل داعش منذ فترة أكثر من سنتين عفوا بأيدي عراقية خالصة، يعني عن طريق المؤسسة العسكرية العراقية والهيئات المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ولم نحتاج حقيقة قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة باستثناء العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات إمداد العراق بالسلاح، وعقيدة التسليح العراقية أصبحت عقيدة غربية والتوجه كان إلى أمريكا، ولكن حقيقة يعني لم تكن هنالك جدية عالية بهذا الموضوع. والدليل إلى أنه نحن لغاية الآن لدينا كثير من الصنوف القتالية لديها ضعف في التسليح، إن كانت على مستوى قوة جوية، طيران جيش، يعني دفاع جوي، حتى على مستوى المدفعية. ولهذا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات التجهيز ستبقى حقيقة مستمرة، ولكن موقف العراق تجاه قوات التحالف سينتهي أعتقد قريبا إن شاء الله. في صفاء، إذن ستتم في هذه المفاوضات تقييم، كما ذكر، تقييم للوضع الأمني بشكل عام، قدرة القوات العراقية، مدى تهديد داعش إن كان موجود أو انتهى، كيف تتوقع أن يكون هذا التقييم؟ يعني هل بالفعل القوات العراقية قادرة على مسك زمام الأمور في كافة أنحاء البلاد كما موضح؟ يعني أستاذ علي، يعني المؤسسة العسكرية القوات الأمنية هي تعتمد حقيقة على الدرجة بالدرجة الأولى على السلاح. احنا هذه هسه قبل قليل تكلمت معك، يعني العراق الآن ضعيف باتجاه التسليح وخاصة فيما يخص الاستخباري والأمني. يعني احنا لو كان لدينا سلاح كفو في مجال الاستخبارات والأمن لن يكون هنالك عائق أمامنا شيء اسمه داعش. يعني كانت تكون هنالك أجهزة رصد كفوة، رادارات كفوة، طائرات درون لغرض المراقبة بشكل حقيقي بدون الرجوع إلى الفرق والقيادات العسكرية الخاصة بعمليات التمشيط بمساحات، وأن يتكلم على صحراء غربية، يعني يتكلم على شمال غرب الأنبار، وغرب الأنبار هذه صحاري يعني تتجاوز مساحاتها آلاف عشرات ألوف الكيلومترات، زائدا حوض جبال حمرين، هذا الحوض اللي يحد أكثر من خمس محافظات. إذن موضوع التسليح هو موضوع مهم في عمليات القتال، ولهذا نبقى يعني لا نستطيع تجاوز داعش بكل تفاصيله إن لم يكن هنالك سلاح بشكل حقيقي. ولهذا تكلمت قدت إلى أنه هنالك عدم جدية أمريكية في تزويد العراق بالسلاح، ولهذا توجه العراق، يعني أعتقد الخطوات التي أجراها السيد القائد العام قوات مسلحة تجاه فرنسا أو الانفتاح تجاه إسبانيا وحتى بعض من دول أوروبا هو اتجاه في تغيير السياسة العسكرية أو سياسة التزويد بالسلاح ولا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هنالك ضعف في هذا الموضوع لم يجدد لغاية الآن. سيد صفاء، اليوم رئيس الوزراء جدد التزام العراق بحماية كافة البعثات الدولية الموجودة هنا. ذكر أيضا في البيانات بأن هذه المفاوضات ربما يعني تستغرق أشهر عديدة. هل ستلتزم الفصائل المسلحة أو المقاومة كما تسمي نفسها بهذا التوقيت وعدم التعرض مرة أخرى لهذه القوات الموجودة؟ يعني هذا أستاذ علي هذا يعتمد على سياسة الحكومة، هذا الموضوع سياسي أكثر مما هو عسكري حقيقة. يعني احنا تكلمنا على فصائل المقاومة وسبق وأن تحدثنا بهذا الموضوع، فصائل المقاومة
المشتركة مع الحكومة هي لغاية الآن ملتزمة بقرارات دولة رئيس الوزراء وقرارات الحكومة المركزية، وهذا الموضوع إيجابي جدا. ولكن الخلاف هنا على بعض من فصائل المقاومة التي لديها ارتباطات خارجية، هذه التي هي يعني العقدة هنا التي لم تلتزم بالقرارات، ولهذا الموضوع يحتاج إلى موضوع يعني سياسي، يحتاج إلى لقاءات، يحتاج إلى تعاون أكثر، وخاصة إحنا نتكلم على الجارة إيران. يعني العلاقة العراقية الإيرانية هي علاقة استراتيجية وعلاقة شراكة، ولهذا أتصور إلى أنه سيكون هنالك استجابة إن استطاعت الحكومة أن تحقق يعني النتائج التي تريدها حسب التوقيتات الصحيحة. سيد صفا، في سؤال أخير قبل قليل، السيد قاسم الأعرجي تحدث عن أنه طلب من جميع الجهات الموجودة التعاون مع الحكومة لإنجاح هذه المفاوضات. ماذا لو انسحبت القوات الأمريكية؟ هل هناك أي داعي لوجود مقاومة والسلاح، أم سيسلم إلى الدولة ويكون سلاح واحد بشكل عام؟ يعني هذا الموضوع أستاذ علي، يعني هذا يقرر سياسة الدولة وسلطة القانون داخل الدولة. شوف، احنا نتكلم على كتل وأحزاب، وهذه الكتل والأحزاب لديها القدرة العالية والكفوءة في مجال التسليح. يعني كل كتلة لديها رجال وسلاح ومال، هي لديها القوة العالية. وهنالك بعض يعني أتكلم هسه نوسع الموضوع أكثر، نتكلم على بعض العشائر أو الجهات اللي هي مو تابعة للكتل لديها سلاح يغطي سلاح المحافظة، يعني على مستوى مراكز شرطة، وبالتالي هي قادرة على أن تسقط محافظة. نعم، يعني هذا الموضوع يجب أن ينتهي، وتصور الخطوة الأولى ابتدأنا بها، يعني هي حقيقة خطوة بسيطة من وزارة الداخلية في تخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة في إنهاء السلاح. ولكن احنا نتكلم على مخازن الأسلحة، نتكلم على مستودعات، وهذا إلى علاقة بالسياسة ما بين الدولة العراقية وإيران، الجارة إيران، لأنه الموضوع يخص تبعية يعني عقائدية تتبع إيران، وبالتالي هنالك إمكانية في إنهاء هذا الموضوع. يعني من ناحية العسكرية أتكلم، وأتصور إلى أنه هنالك سيطرة، ممكن أن تكون هنالك سيطرة بعد أن ينتهي تواجد قوات التحالف داخل العراق. نعم. من بغداد المستشار العسكري السابق صفاء الأحسن، سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.